السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين مغارب نيوز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في بث مباشر آخر من مدينة الدار البيضاء، وهذه المرة من الحي محمدي بديور لامان. الحالة معنا اليوم سيد معاق وكذلك شبه كفيف، السيد عنده جلالة بيضاء في عينيه، بالإضافة إلى ذلك ما عندوش عائلة، ما عنده لا أبناء، ما عندوش حتى شي واحد اللي كيعيلو. الآن يعني كيتوجه للعديد من المستشفيات، ما كيلقاش الرعاية الطبية، فكيناشد المغاربة على أساس أنهم يتفاعلوا معاه ويتفاعلوا مع الحالة ديالو. فنخليكم مع الحالة ديال هذا السيد هذا، بالإضافة إلى الأخ رشيد بطبيعة الحال اللي هو يوتيوبر معروف، كذلك اللي غادي يحاول انه يوضح لنا الحالة ديال هذا السيد اكثر. رشيد خويا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم، شكرا للطاقم ديال مغاربية نيوز اللي ديما حاضر مع القضايا اللي كتمس ولاد الشعب. حنا دابا امام واحد المعاناة جديدة، والمعاناة للأسف الشديد باقا ما بغاتش تسالي، يعني اليوم كاينة معاناة من يعني مع قطاع الصحة اللي كنعرفوا بان المغاربه اليوم كيعانيوا منه، كيعانيوا منه بزاف، وكنتمنوا ان هذا القطاع يعرف اصلاح، يعرف اصلاح بلادنا، لان الدرويش حاليا راه ما عنده فين يمشي، لا سبيطارات لا ادويه لا معامله طيبه لا والو. قبل ما نتكلم انا غادي نخلي هذا السيد هذا اللي اليوم هو اللي ضيف هنايا يقربكم من الحاله ديالو. السلام عليكم اخواني أصحاب الضمائر الحية، أنا كنطلب منكم باش تشوفوا حالتي كيفاش هي مباشرة، لأنني أنا تعذبت برجلية في الإعاقة معذب، وزادني النظر في العينين ما بقاش، مشيت للسبيطار باش نداوي زعما عينيا على الأقل نداوي عينيا. عندي الرمل لان انا عمري ما خدمت وما عنديش لا كيس تا شي حاجه تعطوني الرمل، ولهذا ملي مشيت للسبيطار الاول صيفطوني للسبيطار الثاني، مشيت للسبيطار الثاني صيفطوني للسبيطار الثالث، ملي مشيت للسبيطار الثالث اللي هو الروس قالوا لي سير جيب واحد الورقه من المستوصف ديال الحي ديالكم باش نعرفوا بانك راه عندك حقيقه الرميد، وريجو ليهم وما تعقوه المستوصف ديال الحي. انا ما تنعرفش عمري ما جيت، ما عرفتش انا المستوصف ديال الحي كاين، الحي كاين في سبيطار واحد من الخميس هو اللي حدايا، اما سي مصطفى ما عرفتش. انا كان نهيب بالضمائر الحي يشوفوا من حالتي، انا عايش بوحدي، لا اولاد لا مراه لا لا, لا عائله لا حتى واحد، انا عايش عام عند بنت دار، وهي اللي كتصرف عليا، هي اللي وعايش مع المحسنين، هادشي اللي كاين. واش ملي كتوجه للسبيطار الشريف واش توجهتي على الاعاقه ولا توجهتي على العينين؟ على العينين. على العينين. والاعاقه شنو حال القصه ديال الاعاقه؟ القصه ديال الاعاقه من صغري غير ما هو بغيت غير شي كروسه ديال الضو اللي بارد باش ما نبقاش نتعذب بيديا. يعني دابا من غير الاعاقه دابا اللي كتكلم عليها دويتي على العينين، بانك ملي كتمشي تداوي في سبيطارات ما كتلقاش اللي يتفاعل معك. كيعذبوني. الا كانت شي حاجه راه كيعذبوني عليها، كنتعذب عليها. اخر مره مشيتي للسبيطار؟ اليوم مشيت لبن روس. ومن بن روس باش نمشي ندير التحليلات قالوا لي سير جيب ورقه من المستوصف ديال الحي ديالكم اليوم. هاد الورقه ديالاش قال الورقه ديالاش قال جيب من المستوصف؟ ما نعرف لا واش ديال الرميد ولا ديال بان باش يدير لي التحليلات تما، بان انا ساكن تما، ما عرفتش. ما والله دابا قال لك رساله من عند الطبيب اللي ديال المستوصف ديالكم. نعم قال لك زعما رساله من عند الطبيب ديالكم اللي في المستوصف ديالكم. رساله كيعطوك رساله باش كتمشي للسبيطار ديال السبيطار الكبير باش ناخذ غير التحليلات، خصك ليها الرانديفو. هاد التحليلات
ديال العينين خصك ليها الرانديو. اما راه دوزو ليا الاطباء في شنغوش وهما اللي صيفطوني باش ندير التحليله في موريسكو. في موريسكو مشيت مع الخمسه وصلت تما مع السته الصباح باقي ما كاين حتى واحد باقي الظلام. وانا بالكروسه ديالي ما كنشوفش حتى في الدار. وشكون اللي داك بالكروسه؟ داني الطاكسي فلوس الطاكسي. دابا طاكسي هزك في كروسه؟ هز لي الكروسه وهز لي هذيك. كيهزوك ولا بالعكس كتعكس كيعكسوا معاك؟ كاين اللي كيهز كاين اللي كيعطف يهز وكاين اللي ما يخدمش يهز. يقول لك عندك كروسه ما نهزش. وكتضطر انك كتمشي بوحدك. كنضطر انني نمشي نشوف شي وسيله من وسائل النقل. لا وكتمشي بوحدك للسبيطار. كنمشي بوحدي انا بوحدي نمشي. ما عندكش المرافق، المرافق ما كاينش. لا ما كاينش، ها هما الاوراق اللي عندي ديال الملف ديال كل شيء. ها هو كاين ها هو الملف كله هذا الملف ديال السبيطار. ها في الاوراق حتى ديال التحليلات. أربعة الأوراق ديال التحليلات، فيه الأوراق ديال الطبيب، فيه كل شيء، فيه ديال السيبير، فيه كل شيء. أما خصك تعرف واحد القضية بأن السيبير قالوا لي سير جيب الرانديفو من السيبير. ملي مشيت للسيبير خديت الرانديفو في السيبير. فعاود ما يصيفطوا لي السيبير بقاو حتى لو كان هاد الشهر هاد اليومين كنت في القهوة. مريح حتى صونا التليفون قلب التليفون لقيت ميساج ديال الرانديفو جا. ملي جيت نقلب لقيتو الولاد فايت دايز يعني دايز دايز لا حولك معطل لا حولي معطل مسعود وهي ذاك النهار 15 ملي مشيت عندهم عاد باش قالوا حكوا الولد على ماشي لا فوت ديالنا راه لا فوت ديالك حتى اللي ما شتيش التليفون. واخا دابا انت شكتطلب شكتطلب انت دابا الشريف؟ كنطلب غير داوي عينيا وشي كريريسه ديال الطوب. يعني دابا حنا غنتكلموا على الحاله الانسانيه. الحاله الانسانيه. ما غنتكلموش على مستشفيات ولا غنتكلموا على الحاله الانسانيه. الحاله الانسانيه. هادشي اش بغيتي تقول للمغاربه دابا اللي كيشوفوك دابا؟ نقول للمغاربه الله يهديكم على بعضياتكم. اش بغيتي ما عندهم انت؟ بغيت انا بغيت غير كروسه ديال الضو داوي حويناتي صافي شي مساعده الا كاينه. واخا عندك شي رقم اشرف؟ عندي رقم ديال التليفون. كاين اعطي الرقم ديالك باش يسمعوا وغنحطوه في الفيديو. الرقم ديال التليفون ديالي هو 06 99 10 86 38. عاود رقم 06 99 10 86 38. واخا اخر كلمه ديالك لخوتك المغاربه اللي كيشاهدوك الان. اخر كلمه كنقولها دو ضمائر الحيه انهم يشوفوا بعين الاعتبار هذا الفقير وهذا المعاق وهذا الكفيف. يعني جوج ديال الاعاقات بالاضافه الى الفقر. بالاضافه الى الفقر. الكلمه الاخيره ديالك هي هذه يا شريف. الله يرحمني هم الوالدين. والله يجازي من احسن عملا. يا رب. الجزاء من عند الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله. واخا الكلمه الاخيره خويا رشيد. السلام عليكم. يعني صراحة كنتأسفوا يعني مثل هذه الحالات. يعني إنسان معاق، إنسان يعني البصر ديالو كيمشي بشوية بشوية وما يتمش التفاعل معاه في السبيطارات اللي هما يعني كنقولوا بأن فيهم ملاك الرحمة. هاد الناس هما اللي غادي يرحموا هاد المواطن المغربي البسيط اللي كيمرض. السبيطارات للأسف الشديد اللي كلنا كنعرفوا بأنهم كيعطيو رونديفوات، كاين دابا الناس اللي في القبر وباقي الرونديفو ديالها ما وصلش. حتى الامتى هذه المهزله في قطاع الصحه؟ حتى الامتى؟ نتمناو من الله عز وجل انه يجي شي وزير صحه يكون قلبه على هذا الوطن وقلبه على المواطنين. ملي كنقولوا قلبه على هذا الوطن يعني غادي يبان لنا من خلال الزيارات ديالو الميدانيه للمستشفيات اللي المواطن المغربي البسيط كيتكرفص فيها وكيتعذب فيها
وكيعاني فيها ملي وصلت الدرجة أن إنسان مسن ومعاق والبصر ديالو كيمشي بشوية بشوية وما يطرحمش. حنا كنعرفوا مزيان بأنكم نتوما ملي كتمرضوا كتمشيو أوروبا، كنعرفوا مزيان بأنكم كتداوي وليداتكم في أوروبا، ولكن راه المواطن المغربي البسيط اللي كيحمل على العاتق ديالو الهم ديال هاد البلاد راه كيتكرفص في هاد السبيطارات. وكلكم عقلتوا ملي يعني كنت في واحد مشيت مع واحد الحاله للسبيطار ديال بنو رشد وتم الاحتجاز ديالي رغم انني ما صورت ما درت حتى حاجه، وهذا الشيء بين ليا على ان هذوك الناس كيديروا شي حاجه انورمال. يعني علاش يتم الاحتجاز ديالي وبديك الطريقه؟ قال لك لا راه صحفي ممنوع عليك الدخول. اش غادي نصور انا كتاجر في المخدرات كديروا شي حاجه ممنوعه كتقتلوا عباد الله؟ شنو كديروا؟ شنو غادي نصور ما غادي يكون هو ممنوع؟ انتم كديروا واحد الدور اللي هو دور انساني، يعني علاش ما تسمحوش للصحافه انه تصور ذاك العمل الطيب والعمل الانساني ديالكم الا اذا كنتوا انتم بينكم وبين نفوسكم عارفين بانكم ما كتاديوش ذاك الواجب ديالكم. المملكه المغربيه الحمد لله يعني غاده في واحد الاطار مزيان، غاده حققات مجموعه من انتصارات وقضايا كبرى، ولكن السبيطارات والتعليم وفرص الشغل منعدمه. نتمنوا من الله انه يتم التفاعل مع هذه الحاله هذه، نتمنوا من الله كذلك من المغاربه ومن القلوب يعني الرحيمه ان تتفاعل مع هذا السيد هذا لوجه الله، لان هذا السيد راه عايش غير مع الناس دراوش بحاله، وحنا كلنا ولاد باب الله. نتمنوا من الله عز وجل انه يكون حاله من الحالات اللي ممكن اننا نساهموا في الانقاذ ديالها ان شاء الله. ورساله اخيره لوزاره الصحه، نتمنوا ان بحال هاد الناس هادو ما تبقاوش تردوهم، بحال هاد السيد هذا اللي ما عندوش حتى فلوس طاكسي وكتقول لي سير للسبيطار الفلاني، فين غادي يمشي هو ما عندوش؟ الميساج ديالي راه كنظن بانه واضح. شكرا. اذا كيف ما تابعتوا معنا مشاهدينا الاوفياء، كانت هذه حاله ديال هذا السيد هذا اللي كيتمنى انه يلقى تجاوب من ذوي القلوب الرحيمه لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن. اذا الى هنا سناتي على نهايه هذا البث.